بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. لقاءنا النهاردة في الأحد الثالث من شهر كياك في موضوع الإنجيل النهاردة عن لقاء الست العذراء القديسة الطاهرة مريم مع نسيبتها أليصابات. وده الجزء الثالث من الإصحاح الأولاني من إنجيل معلمنا لوقا لما بيقول: فقامت مريم في تلك الأيام وذهبت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا. الست العذراء هنا بتمثل البشرية كلها، لأنها أمنت بالكلام، قبلت الإيمان بوعد الله، وباتضاع شديد قبلت حلول كلمة الله فيها. ولما حل كلمة الله فيها حرك فيها المشاعر الخدمة والمحبة، ويقول وانطلقت بسرعة إلى الجبال إلى مدينة يهوذا عشان تقابل نسيبتها أليصابات. صورة حية للكنيسة اللي بتشيل المسيح في داخلها وتنطلق عبر الجبال عشان تقدم المسيح لكل العالم، لكل من يقبل البشارة بالإيمان. وحسب المفهوم البشري هنا كان منطقي ان هي مثلا في الظروف الغريبة اللي مرت بيها انها تتوارى تستخبى، يعني عشان تبحث مع يوسف البار أمر الحبل اللي ظهر عليها فجأة وهي ما تعرفش، وتتدبر أمور إزاي يعني تختبئ وإزاي تستقبل المولود إلى آخره. لكن أغلبتها روح الخدمة والمحبة وانطلقت إلى الجبال إلى مدينة يهوذا تخدم أليصابات. وإحنا لما زرنا القدس افتكر انهم ودونا عين كارم عشان نزور بيت زكريا الكاهن اللي هي كانت عايشه فيه القديسه أليصابات وولدت فيه يوحنا المعمدان. فعلا لما وصلنا هناك كان لابد ان احنا نطلع جبل كده هوت، وعلى قمه هذا الجبل كان يوجد بيت زكريا الكاهن اللي التقت فيه العذراء مع أليصابات. واحنا طالعين الجبل افتكرنا نص الكتاب المقدس الدقيق الصريح اللي بيوضح الجغرافيا بتاعت هذا المكان. في لقاء العذراء مع أليصابات بلينا شوية ملاحظات بنقولها. أول ملاحظة هنا إن دايما الضعيف يبحث عن لقاء القوي، ودايما الفقير هو اللي يبحث عن الغني، والمحتاج هو اللي يدور على اللي يسد له احتياجاته، أو التلميذ بيدور عن معلمه. لكن هنا بقى في المنطق الإلهي اللي احنا عايشين فيه في هذا الحدث بنلاقي ان الكبير هو اللي بيدور على الصغير، يضمه بالحب ويشيله كده هو فرحان بيه على منكبيه. ودي ده التجسد، ان الله احبنا اولا. الله نظر الينا كبشر ضعفاء ملوثين بالخطية وبادر بالحب ونزل الينا. لما لقانا ما نقدرش نطلع له هو حب ينزل لنا. فإحنا ناخد ده مبدأ روحي نعيش به، إن إحنا نجري نحو الضعفاء، نبحث عن من يحتاجون إلى خدمة. وأول ما القديسة العذراء مريم سمعت إن بنت خالتها أليصابات حبلة هي أيضا، قامت وذهبت بسرعة إلى الجبال ودخلت بيت أليصابات. وبعض الناس المفسرين بيتأملوا في صعدت على الجبال دي بمعنى ان العذراء كان لها سمة مرتفعة. الجبال هنا تشير الى ارتفاع سموها وقيمتها ودرجتها وقوتها كحاملة للإله في احشائها. لكن كانت الست العذراء باتضاع شديد رايحة تخدم. هنا أيقونة جميلة نتعلم فيها من رقة السيدة العذراء وتواضعها وتكرمها للي أكبر منها سنا. فما أحوجنا هذه الأيام إن احنا ندرك أن نوال نعمة الله بيلزم الإنسان إن هو يخدم أكثر ويتضع أكثر، لا يبحث عن الكرامة أو التسلط، ولكن حتى يبحث عن غسل الأرجل برقة وباتضاع. اللي حصل بقى في اللقاء يقول: لما سمعت أليصابات سلام مريم ارتقد الجنين بابتهاج في بطنها. وبرضو هنا احنا قدام درس روحي جميل جدا، ان احنا في لقائنا وزيارتنا مع الآخرين نحمل المسيح القدوس يبهج قلوب الناس ويشعل الروح القدس
في داخلهم، بدل ما نقعد نحكي في حكايات بطالة وسير قديمة ونملأهم بالهم والغم ونطفئ الروح في داخلهم، ننعش قلوبهم بحضور المسيح الباهي القوي اللي يبهج القلوب بالفرح. وكان ابتهاج الجنين في بطن أليصابات كان ثمرة روحية في داخل نفسها، ولكن أيضا الثمرة الروحية جابت أيضا ثمرة جسدية، لأن لسانها نطق بتسبيحة جميلة جدا تنسجم مع الموقف اللي هي فيه. فماذا قالت أليصابات؟ قالت: من أين لي هذا أن تأتي أم ربي إلي؟ فحين صار صوت سلامك في أذني ارتكض الجنين بابتهاج في بطني، طوبى للتي أمنت أن يتم ما قيل لها من قبل الرب. يا ترى أليصابات جابت الكلام ده منين؟ ده العالم كله كان يجهل ما حدث من أمر البشارة اللي تلقتها السيدة العذراء. وإذ بنا نجد في هذا الموقف أليصابات تعلن أمومة السيدة العذراء قديسة مريم لربها. مفيش أي أدلة ظاهرة، مفيش أي علامات واضحة، محدش سمع حاجة، لكنها بالروح نطقت، أعطاها الروح أنها تشهد للحمل الإلهي البتولي في بطن القديسة العذراء الطاهرة مريم. أمر مدهش أن الأحداث العجيبة دي، ارتكاض الجنين وامتلاء أليصابات بالروح وأنها تشهد لأمومة العذراء للرب، تمت بمجرد أنها سمعت السلام من الست العذراء. وكأن الله الساكن في أحشاء العذراء نطق بنفسه على لسان أمه واشتغل في الموقف من خلال تصرفاتها. هنا أليصابات طوبت القديسة العذراء مريم لأنها صارت أما لله من خلال تجسد الإبن الكلمة. وهكذا بقيت الكنيسة عبر أجيال طويلة جدا تطوب القديسة العذراء مريم، وكان يليق بها فعلا التطويب اللي قاله القديس البابا كيرلس الأول عمود الدين في مجمع أفسس، لما وقف وقال: السلام لمريم والدة الإله، الكنز الملوكي للعالم، المصباح غير المطفأ، إكليل البتولية، صولجان الأرثوذكسية، الهيكل غير المفهوم، مسكن غير المحدود، والأم والعذراء، السلام لك يا من حملت غير المحوى في أحشائك البتولية المقدسة. هنا دلوقتي بنتنقل للجزء الثاني من الإنجيل النهاردة عن تسبيحة السيدة العذراء. فقالت مريم: تعظم نفس الرب، تبتهج روحي بالله مخلصي. وهنا ندرك أن الست العذراء مع سموها العظيم ومكانتها الرفيعة جدا كأم لله تحمله في أحشائها، كانت تحتاج إلى الخلاص زيها زي أي إنسان بشري عادي، وتبتهج أن هي فرحانة بالحبل الإلهي البتولي. بعض النقط الجميلة في التسبيحة دي نذكرها. قالت: نظر إلى تواضع آمته. لم تقل العذراء مثلا أنه نظر إلى صلواتها أو إلى أصوامها أو إلى سهرها أو إلى تعبها أو حكمتها أو عدلها، ولكن نظر إلى تواضع آمته. عرفت الطريق اللي هو يصل إلى مراحم الله وتقدر أنها تغتصب عطاياه، وهو التواضع، لأن عدو الخير في القديم فقد مركزه بالكبرياء، والكبرياء كان هو الفخ اللي هو ضيع كل البشرية ونقل إبليس لملكوت الظلمة وحرمه من علاقته بالله مصدر حياته وسبب بهجته. وبعدين تقول: فهو ذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، لأن القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل الأجيال للذين يتقونه. عظم العطية اللي خدتها الست العذراء أنها تمتعت بواهب العطايا نفسه، بالله نفسه تحمله في أحشائها، لذلك استحقت أن جميع الأجيال تطوبها، كل الأجيال في كل العصور. أنا بنظر النهاردة في الكنيسة لكل تسبيح الكنيسة، سواء في كتاب التسبيحة الإبصلمودية أو في الخلاجي أو في الإجبية أو في كل صلوات الكنيسة المنظمة، تجد العذراء تحتل جزء كبير جدا، لأنها هي أم الله
بنطوبها من أجل عمل الله معاها، ونعلن عن عمل الله معاها ومعانا وتجسد الله الكلمة من أجل خلاص العالم. صنع قوة بزراعه شتت المستكبرين بفكر قلوبهم. هنا العذراء تشير بالزراع إلى الرب يسوع المسيح نفسه اللي هي والدته. طيب تقصد مين بقى بالمستكبرين؟ ربما تقصد إبليس وجنوده اللي هم سقطوا بالكبرياء، أو تقصد اليونانيين القدماء اللي هم الإغريق اللي لم يقبلوا المسيحية واعتبروها جهالة، أو اليهود اللي لم يؤمنوا بالمسيح واستحقوا التشتت إلى أنحاء العالم. أنزل الأعزاء عن الكراسي ورفع المتضعين. الذين سقطوا في بحر العظمة، الأعزاء اللي هم انتفخوا وخدتهم النفخة الكذابة، اللي هم إبليس وجنوده وهم الإغريق واليهود المتعظمين، دول ربنا أذلهم، لكن اللي اتضعت قلوبهم وخلصت ضمائرهم أعطاهم الله سلطان، صاروا أبناء الله. يقول لك أعطاهم الله سلطانا أن يدوسوا الحياة والعقارب وكل قوة العدو ولا يضرهم شيء. لكن إحنا لا تؤثر فينا المؤامرات الدنيئة اللي بتحركها هذه الأطراف، هؤلاء المتكبرين. أشبع الجياع خيرات وصرف الأغنياء فارغين. هنا الجياع يقصد الجنس البشري اللي هم قبل مجيء المسيح اللي ذاقوا مرارة الجوع، وما كانش كل لم يكن بينهم سوى اليهود اللي هم لهم التبني والمجد والعهود والمواعيد، تمتعوا بالناموس والأنبياء، ولكن الغرور قادهم إلى الكبرياء ورفضوا الإله المتجسد وصلبوا رب المجد وتركوا ينبوع الحياة ولم يقدروا قيمة الخبز الحي النازل من السماء. فما نستعجبش بعد كده أنهم ذاقوا مرارة الجوع والعطش، وكان جوعهم وعطشهم ليست بأمور مادية ملموسة ولكن أمور معنوية روحية. ويقول كده نبوءة عاموس: يكون جوع في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمة الرب. لكن الوثنيين اللي هم بعد جوع طويل جدا وظمأ روحي طويل جدا قبلوا الكلمة، ارتوت نفوسهم بالماء الحي الشافي وشبعت نفوسهم بالخبز الحي. بعد كده بتقول الست العذراء أن عضد إسرائيل فتاة ليذكر رحمة. فتاة هنا هو يقصد عبده، لم يعضده حسب الجسد لأنهم كانوا مليانين بالكبرياء والخيلاء والشموخ، يعتمدوا على الحسب والنسب والأصل، لكن عضد إسرائيل بالروح، لهم الثقة بالله والإيمان بابنه يسوع المسيح. الجزء الأخير في الإنجيل بتاع النهاردة بيشير إن العذراء خدمت إليصابات 3 شهور ثم رجعت إلى بيتها. كل هذا كان تم في ساعة واحدة، يعني مقابلة العذراء والسلام اللي أعطتها لإليصابات والجنين لما اتحرك بابتهاج ونبوءة إليصابات بعد ما امتلأت بالروح، كل ده تم بسرعة. لكن قعدت على العذراء مع إليصابات 3 شهور وهي تخدم إليصابات، وخدت بركة من هذه الخدمة، خدمت العجوز إليصابات. وكان في هذه الأثناء يوحنا بيتقوى وبيعد نفسه هو في بطن أمه عشان ياخد المسحة المقدسة ويتهيأ لرسالته العظيمة اللي خدم بيها استعدادا لمجيء السيد المسيح. يتبارك الرب إلهنا في حياتكم، لإلهنا المجد والكرامة إلى الأبد. آمين.